السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ما تخبروني متى بيخف هالضهر؟ لا بطايع يخف لا بطايع يهون. الدنيا معتيك اليوم، كان أظني يقولون هل بالأخبار أنه نبي اليوم مطر، يقولون بنحط لكم على الغنية فعل المهبهوني وي عقبه مطر. استغفر الله العظيم. ما زيل القصيد الأولي والله ولا شيء شرات قصيد في الدنيا العودة. الحين قصيد زي يا أخي الأولي ذوقه بعد يختلف والناس كلها ذواء. هالشخاخ اللي حضركم قاعد من وين؟ شخاخ الحساء، أصلا شخاخ الحساء إيه ترني الكبار ومزروع في العين عند حياة عمتي موضي جابت من سنين حق حياة قوم مايا تجيب كراتين مزار سيايير والله يجيبونه وجسمنا في العين كم من حبة أم محمد بذرتب استوى عدد كبير منهم نجح تكاثر وخلاف يبنى منه بضبي قبل 10 سنين بذر وهاي اللي تشوفونهم أبادر من محمد سبحان الله والله جعل فيهن البركة. كانوا 12 خلينا واحدة هنتين ثلاث أربع خمس خلينا 10 هنتين الطرف هاكش اللي هناهن سويناها شارات لسقيفة يسموها هالبنان سقيفة عنب مثل سقيفة سويناها شارات المعرش لها المعرش بلهجتنا وسقيفة بلهجتها لبنان عادة الله تهون كربة هاللبنان وترد المياه لمجاريها تعتد لبنان ونشوفها ما زينها من دار والله يا لبنان ماشي شراتها دار هي والله الله كريم. أقول لكم هاي الأرض ورا بيتنا ما يندرى منوله يا الله يا رب تجعلها إن شاء الله إيران الطيبين شرات باجي إيران هاي الطيبين كلهم يرانها محيطة شراتها صداقة وياهم لو بيسخنون الملحار تسمو بيننا وبينهم يا رب يا رب سليوم عاد شي شرق وشي غرب شو هاي الحين متخمن سنة من أول ما سكننا البيت ولا أولا رقم واحد ورخاص نسيت الشركة اللي مسوتنها أصلا والله كان شغلهم وايد ما فنان استمتعت من هذاك الآن إلى هالآن. السلام عليكم، كيف حالك؟ لازم اليوم أغنية جديد، أغنية جديد لازم اليوم. إيه كم من يوم أنت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وين الأغنية؟ أغنية وايد جديدة، أغنية جديدة. يلا توكل على الله. شكرا. Good morning. بلاكم يا استاذ داخل عليكم السلام ليش يا استاذ داخل ما تروح من برا ليش مزبوط ليش بارد اليوم شوف هذا ماي شوفنا فرات شرب ما له بالنا ماي هي تحط ريوك على الماء بعد انت بطران الله اكبر عليك شو ماله تيكت هي جيب جوازك اليوم حبيبي اليوم شيء خايف شو نسيت؟ لو تبيع انا شيء انت ودي ولا انا بوديك المطار حبيبي بس خلاص الحمد لله طيركم الفير فجر حبيبي الطياره بتصير شيء هالنمون مرقع لا 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 كش 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 هي لا ما عليك بس ان شاء الله نعمل له تجميل ده نعمل له عمليه تجميل تابع زيد ليش ما يصير الطيارة قبل تبون كنت بتفريح متفريح مكثرها لا بسم الله الرحمن الرحيم Good morning ايه انا هني منو ايه انا هني انت زين شافوك انك انت هني لدينا بيتغدى عندنا بيت ليش حط ريوقة يبي يتريق وين ساير انتي سويت السلام عليكم حق صلاح يو سيد السلام عليكم تشيك هاند او يا شيك هاند
هيه شيخ صلاح هذا وين بيزات بخشيش وين ينك سلم معنا عليك لازم بيزات صلاح وين بيزات بخشيش وين شوية 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 شو 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 بحاسش بالتليفون وسرق عنك التليفون وسرق عنك كمية عطى تليفون عطى تليفون ها ها بحاسش بالفلوس بس بحاسش بالتليفون شو بدي كير انت بتصير امريكا تتكشت ولا بتصير تيزفونك بدي كير وماني كير سألون باش سألون نزيب ماشي مشكلة يلا 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 شو ما شيء فلوس اكثر واحد في الدنيا عنده فلوس انت وين البوك البوك وين هذا البوك متروس متروس يقول يا بالك يا مبلوس ما بتداب حبيبي صلاح 150 هذه 50 وين لا تخبر حد باللي بكم الفلوس اللي عنده ما يبي حد يدري بهن على 1000 الحين كله محسن محسن شنو الكرتون هذاك شنو فيز الكرتون هناك في نص المكان احد صلاح ها 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 اي ما رويناكم محل انا هذا محل انا اللي خبرناكم عنه قلنا لكم محل ظبياني هذا ابو محل ظبياني يحيي كل يوم النمونة شوف مخافه رقم واحد رقم واحد تبارك الرحمن ريحة خنينة وللي ممكن تقول والله الصبح يوم الجد البيض يغدي محلانا مسهج ماية غادي مسهج يوم البيض من استرخص اللحم خانت به المرقة الحين انت بتاخذين لحمتين عادية لازم بتغدي اللحم ما بزين هي عليك الماية يوم بتاخذين البيض خذي من البيض الزين حتى لو شوية أغلى ما شيء مشكلة هذا أولا وثانيا البيضة قبل ما تجدينها تشرخيها بشرها بمضرابة ضربيها بخاشوقة بيضتين هايين وحطي عليها أربع قطرات البيض يبيبونه تفوز عن السهجة قطروا عليها أربع قطرات لومي أو خل أبيض واحد من الاثنين يا لومي يا خل شو اليوم الريوق ما أعرف شو مشفن شباب زين قطي هذا وهذا الشيء وهذا بسرعة انقفضي هذا فول مال نمسوي لنا محسن شكرا يا محسن محسن هاكلي هناك كل زيت ما فيش لا من الزيت ده شو عيال هذا تعال تعال جيب كلينكس كمية هي بس هذا يوم شيء زيت عندكم تبون تخلصون منه كلينكس دقيقة واحدة بين شهر كان كلينكس كان زيت لا طلع ماء رطوبة ترى لا والله زيت بعد وياه منو قال يا محسن بزيت ربع محسن ترى العرب كلولي كبدي يبون طريقة كلولي كبدي محسن يبون طريقة الفول اللي انت تخدمه اللي انا مدحته ان شاء الله نعمله نشوف وقت هي لكن عاد انا هو المفروض انه ما يتخفف الزيت هذا لكن انا احبه شوية زيت يكون خفيف يا ربي يا محسن يميع الزيت يلا ثانك يو الحين بعد لوبيا وهذا شو فول وشباب ومحلى يارك الله يا صلاح يارك الله يا ابو احمد وصل المدخن يا سلام هذا ابوي ترتيبي انا هذا ترتيب للترتيب هذا ابوي لازم الصبح تسير عود يحطون الكسر العود اللي تظهر براطم من المدخن يوم حد بي غريب واللي بي ضيف حطوا الكسرة العودة غير حق استعمالك اليوم فول الوان شو حبيبي هي مسوي لنا محسن تبى انت فول لو تبى من ريوق البيت لا هني من ريوق محسن اشوفها بلاك مخيس النفس اليوم زين هي بس نسيت والله شو كنت اقول هي اقولكم نسيت احط ارفع المحله الظبيانيه على
على الاستقراء، سامحوني ان شاء الله حين من اي منهل بس اخليه يشيل من عندي ويحطه لكم، يحطه في هذا في الانستغرام تي في شانل ان شاء الله. انا نسيت والله، ما ادري هل هو بعد رفعه على اليوتيوب لو لا. صراحه حبيبي ليش النفسيه اليوم؟ امريكا وبتصير والويزا وظهرت والطياره الحين بنسيني بالتلاقه. نسيت انت؟ انا ما نسيت حبيبي، انا ما نسيت. ايوه والله يا صلاح ما يسوى. انا ما اقول لكم ما يحطون جسر عوده صغيرونه باب، يعني باب ما تلحقها الضوء. العود غالي ما يلعب. العود طف الضوء عن الشاي الاخضر. طف الضوء طف الضوء يا ربي يا ربي. فالانسان يقتصد في الاشياء اللي هنمونه، يقتصد ما يكود كواويد زين، لان ابوي الشيء من يكثر يغدي ما يتشاهد، يتكود كواويد كواويد حق شو ما شيء يستاهل انك انت تلعب، لان هذا بعد ما اخذ بيزات وما اخذ بيزات خف على عمرك. بس عادي المقصود ان اللازمي ما يغدي مسرف في الاشياء الغالية حق جسام بتعطي شرق وغرب ما شيء مشكلة تحط يمل، لكن يوم بتحق حق حرق تحرق شيء بسيط ترى هو اللي ريحه. والعود قله زباد وكثرته سماد، قله زباد وكثرته سماد. يوم بتسوي شيء كواويد كان في اكل ولا شرب ولا عطر ولا اي شيء كان، من يتكود يغدي ما يتشاهد. حتى في الاكل يوم بيحطون 4-5-10 نمونات، شوفونا نحن في البحر، البحر من يسوون فوقه المكبوس، يسوون مكبوس فوقه الهامور اللي ما شيء شراته، ويوم بيسوي عندها المشواي ومقله وعيش ابيض وصالون ومرقه ولحم ما حد يصك الهامور. لكن سوى انت روحه الامبراطور وخزنه بويه في طرف الطاوله منك على ينب، حطه لا تحطه في النصيفه على ينب، وخلي صحون دور ما دار الطاوله وخله على ينب لا تحطه في النصيفه، بتعفد امه لا اله الا الله جداه الامبراطور. لكنك بتيلس تحط 1000 نوع مره ما لهم عنا، مره ما يخترب ما حد يصكه، فيازم روحه من يلق على 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 صينيته الامبراطور، ولا حد بيقول له كم الخبر شو السبب كوتوا منكم قله وما وصالونا وما ادري شو قشيد وعيش ابيض ومشواي ومطوي. راح لازم يوم بيستوي الهامور ما يستوي شيء عداله، ما يدور شيء قربه، كان اللي بيتطور سووا دقوس المطبوخ، دقوس هالكويت وهالبحرين وهالدمام، هي دقوس اخ عليك ماكل بعير انت، منو هاي يدي؟ منو؟ بلا حد من برا؟ يلا براي صلاح يبغى تتكود، اشوف شو تسوي؟ باقي شوي بسرعة بس خلاص. إلس أنت الله أكبر عليك، لو ياي صاحب تسوي المنكر. خلصت الشاي أنت صح؟ صلاح فين الشاي لك؟ فين الشاي؟ صلاح ما منو شرب الشاي مال محسن؟ انزل حال شوي تعبان خير انت؟ بخير. لا بسالون مبارك سيجا بسالون ان شاء الله خلص ان شاء الله زين ان شاء الله بابا. صداقات ابو حلو بن ياس حسن من شرب شاي مالك؟ صلاح. منو شرب شاي صلاح؟ ابو انت روح شرب شاي مالك، ما يخص صلاح، هو ما يخصه صلاح، شرب لوحده هو، روح تبخر و و و و بدل بدل.
قريوي امي جت شغلت منو امي وين اي لس انزيني لس الحين كل يوم تحصلون لا تخليه يفركون راسك ينزلق هذا ظهور تبى بس بدي كيف صلاح توا شو قال اسد قال بوك بمزور بيزات هاي بابا ما كل بخ هات البوك هات البوك تعال ام الله ايه هتروح فين هو جاي بالبوك عليكم منو هذا يعني صلاح منو هذا صلاح ما اعرف هذا كيف ما تعرف هذا هذا عناية تعال سلمت 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 عليه ولا لا خلاص زين وين القانون اي ليش يا صلاح حلال والله سيد حلال عطى عشر عشر وحدة زين شيء ولا ما شيء ما أعرف أخ عليك صلاح شو ياك هالنمونة عنده كان مش عارف ولا صلاح صالون صلاح اخ عليك اخ عليك قديت بخيل صالون مي عطون الصالون لا بابا تاني في ملبس هذا ملانا ما يعطي لا حق ولا باطل في البيزات هو سر 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 عنه اقول لكم انا ما يهمني الا بطني أشوف هاي غداي اليوم هالبياحة شوفوها شوف هالبياحة شوف الله عليكم أيوة خلي نوم نوم هذا غداي اليوم هالبياحة الفنانة اللي ماشي شراته خلاف أخبركم وين جاية شو مصدرها شو علمها شو خبرها خلاف عادة يوم هي على الصينية وقت الفت وقت ما تنفت السمكة بخبركم وين هاضلة شكرا حفيظ ثانك يو اكيد مسد زقريته مسد تعديله هي والله حد بحياتكم تشفتوا معيب بعمره كثري انا ترى ما حد كثري معيب بعمره وهذا الحمد لله احس بها نعمه ترى ما بغرور ان الواحد يقول الحمد لله انا دوم بخير ودوم فنان ودوم زين والله حد زماني وتتصل في حد ايش حالك مشينا الحال عم بندفش سمعتوا بهم اللي يقولون دوم عم بندفش عم بندفش شو حياتهم وشو بلادهم وشو وضعهم من خراب الى اخرب هاللي يقولون كله عم بندفش ما زين البنادم اللي من ترمسه يقول الحمد لله بخير وفريا خير من يصبح لين يمسي هذا رده يكون من يصبح لين يمسي الحمد لله نعم يقول بخير وفريا خير دام المحبوب يسال عنا هي عاد هاي كلمة تنقال يقولون هذا الأولين لكن الآدم يقول الحمد لله نحن نصبح نمسي في خير وفريا خير ولا نشكو من باس ومن حسن إلى أحسن أوضاعنا جيدة والرزق وفير والجو فنان والفضل من الله يدخل عليك من كل مكان وكل صوب والحمد لله ولئن شكرتم لأزيدنكم لازم يصبح ويمسي لأنك من تشوف أعواق اللوادم تشوف الناس شو حال لبها تشوف أوضاعهم كيف تستعيب شو اللي قالبهم إلى هالحال شو اللي خليت غادي أحوالهم هالنمونة غير قل الشكر قل الشكر وقل الحمد لله سبحانه وتعالى وقل القناعة تلقى طحين الواحد عنده ناطحات سحاب والله يا أبوكم ين عندهم ناطحات سحاب نعم إن عندنا ناطحات سحاب ويحاسب على الأردي ويحاسب على البيزة ما تهون عليه الشرخية ويدور لمساعده يدخل على فلان وعلى علان يوم بيسافر يدور التذاكر من شرق ومن غرب يدور الخري يدور المكان الرخيص يدور المكان اللي ما حد يسكنه ويسكن عياله ليش عادة وهالبيزات هالكوك الملككة حق منو بتخليهن والله يا خلاف عقب أبوي ليلعبوهن تن وفرد وما بيك إلا الأثم لأنك أنت حرمت منهن خلاف بتيهم أبوي البيزة فجأة هالنمونة بينون والله لينون ورثك هايل والله يا ابوك لينينونهم
لين ينونهم من عقب ما انك انت قابض عنهم هالقبضه كلها دب هالدهر ومن تشلك راعك بتيهم هالمليارات. والله يا ابوك لين ينونهم. انت ما تشوف ما تشوفون انتوا في الدنيا شو صاير فيها؟ من يتوفى الواحد ابوه تلقط خذ 10 سيايير الماركه الفلانيه وخمس ما ادري شو خلاص وبيكسرهن وبيصيرن البيزات ابوي دم فاسد، لانك انت ما عيشت عيالك من يومهم صغار في النعمه اللي انعمها الله عليك انت، لا لازمت تعب. يشوفون الخير عند شرق وغرب وعند اللي عند ابوهم ما يروحون ريحته منقص عليهم، تجيب لهم ابوي تذبح لهم الثيران كل ثور كبر السياره وياكلونه من سنتين وسنه ونص في الثلاجه. غربال غربال له اول يا غير ما. نعم له اول ماله تاعي المتغربلين في حياتهم ويا الابهات والامهات اللي فيهن البخل هالكثر. سبحانك يا رب ما ادري حق من. المشكله عايشين في الدنيا ويطنزون ويعيبون ويسبون ويهذرون البخله وهم ما حدا بخل عنهم، هم روحهم ما حدا بخل عنهم. نعم مثل حد من العرب يحاط عمره معالي الثريا وبنات نعش في الكرم والحشمه واليود والطيب وهو اخس ما خلق الله في الكون. شفت اللي يقول لك كذب كذب كذبه وصدقها؟ هنمون حد من العرب الحين عدل طريقي؟ لا هذا اللي كذب كذبه وصدقها، حط عمري في مصاف الناس المتطوره وحط اشترى الشهاده من شرق ومن غرب وحطوه سموه البروفيسور الفلاني وهو ما يسوى شف طعام. نعم نرد على موضوع هذا الانسان البرصيص ما عليه. بنقول انت توه جايينك الخير، توه جايينك هذا عاده بالاخص عاده هذا اللي توه جايينه الخير توه مبرج على الدنيا، هذا تيه الاموال وتيه ويجيه الخير ويوده لازم يطالع ويدير عيونه. فلذلك يقال عنه يا مي من ياه الغنى من بعد حايه يموت في كبده من الهم هايوس، يموت في كبده من الهم هايوس، يشوف البيزه قدام عينه يبي يزيدها ما يباها تخف ما يباها تخف ابدا. ويجلس ابوي يحاسب على الاردي على الاربعانات على الشرخيه. والله يا ابوك يا هذا ين عيال باكر كل بيزه يصرفونها شرات اليمره تطيح عليه في قبره. نعم ليش؟ لان حار منهم وهو سبب انهم طغوا طغوا وياروا لازم بيطغون بيورون حتى لو كبار عمارهم على 50 سنة و40 سنة ويتم مليارات من عقب ما قصيت تكيت انت وين ما بيورون. والله يا ابوك ليورون تخترب بيوتهم وتدمر عوايلهم تدمر حريمهم بيتشتتون. والسب الاول ما عندهم وفجأة عازموا يملكون مليارات ومني مش ماشي تأسيس صح ما شيء مدارة صح معيشينهم في فقر ونقط صقر. تعرفون انتوا عادل منك. ومن الجانب الآخر عرف ناس في حالي في سني والله يبوكم عايشين عيالهم عيشة شراغة سيايير بطايق هاي مال فيزا بطاقة الفيزا عندهم في البنك بين فترة والثانية يحطون كل شهر كل من ظهر معاش الأبو حط في كروت ولده. نعم ولكن يتابعه يعرف وين يسير يتابع الكيلومتر مال سيارته. لا ترخي كل الرخاء ولا تقل يديك مره ما عليه. اعطيته ولدك انت هذا ولد 20 سنه ولد 19 ولد 21 سنه اكرمته اكرمته غير مفروض انك انت تحاسب يمينه تحاسب على الولد هذا وين صار شو صار في المبلغ هذا فيه شو صار في المبلغ هذا فيه ايش عليه انصرف المبلغ هذا وين طارن البيزات. انت توك تقول عاطلنا 3000 قبل 3000 هايل على شو طيرهن. لازم بالضبط تعرف وين سارن وين تحركن البيزات. لازم تتابع الولد وتشوفه تشوف سيارته مشت 300 كيلو هو قايل لك بيصير ابوي الكوفي ولا بيصير شرق ولا غرب ولا بيصير مدينة خليف ولا بيصير بنياس ولا اي مكان. ليش السيارة ماشية 200 كيلو 300 كيلو شو هناك وين سرت.
وين طارت البيزات؟ ها امور وايدة لازم انك انت تتليها، تتلي البيزة وين طارت من ولد، وين سا وين سار البيزات، نشوف المبلغ عنده وين جايلك المبلغ هذا، هبل ترغده زرع الله وعلى الله. لا 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 راد الله يحفظكم، انا جاي عندي شغل وحين وصلت المكان اللي انا جايلنا وبرد سوله، ما علي كثرت عليكم السوالف اليوم كم ما علي سموحه وعذر من جنابكم. يلا ما نمسخ العرض، خلص من شغلي ساير على سفره، مسكت من زمان وصرت عند خياط بعد خدنا القياس وخلصت قياسات الكرادي اللي ساير اخيطها وتنقيت على سفره الكويت. وجيت الله يحفظكم وين المرور، هذا مبلغ اداره تاجير التاجير الاهليه، لا انا ساير عند هاي لها حكومه ابو ظبي مركز اسعاد المتعاملين خدمة ترخيص المركبات، هذا وين جاي خدمة خدمات تأجير الآليات وخدمات ترخيص هي أنا جاي عند هاي. شو الموضوع اللي بخبركم عنه؟ ترى اللي ما شاف لبقع اللي من غير بلدان الثانية بيتحول من يشوف الأماكن اللي عندنا نحن، الأشياء اللي هنمونا اللي تبع المرور وما مرور البلدان وكل بلادي اللي من غير وربكم يلي تعبدونه ينكم تجزون حتى تخطفون قدام المبنى. ونحن تبارك الرحمن شوف تحرى عمرك ساير بوي حديقة، والله يبوك تحرى عمرك ساير داخل سيلمة من هالسيلمات الكبار اللي في الدول الأوروبية هاي اللي كل سيلمة 15 دور وعشرة أدوار وما أدري شو، ما تلقط شيء عادي، ما تلقط شيء عادي. هل اللي تشوفه كله نحن عندنا وايد سبيشل سبيشل ما ما شاء الله علينا تبارك الرحمن في كل دوائر الدولة. هذا اللي تمتاز به بلادنا الحبيب الفنان اللي ماشي شراته بلاد في الدنيا العودة، كل شيء مميز نحن عندنا وكل شيء غير نمونة وكل شيء فنان وفخر. فلذلك يعني تلقطني أنا أستعيب من الأشياء اللي أشوفها برا يوم أصور لكم أماكن هذه الحين، مش أني أنا منبهر يوم تيلس تعاد انك تقارن اللي تشوفه في بلادك وتقارن في البلدان الثانيه تلقط شيء مهول، شيء مرتب، شيء جميل، شيء فنان، شيء ما تلقط شيء شراته في الدنيا العوده الا في الامارات. طريقه الباركنات وطريقه تصبيغ الباركنات والاشجار والورود ما بله داخل وخارج المباني ومأهلين الموظفين والناس وطريقة التعامل كل فنان بفنان جاي. فأتوقع حاليا شيء من الأشياء أنا تقييمي أنا يا خالد الخالدي نسبة لدوائرنا اللي موجودة في الدولة أعطيهم بين 4 و5 نجوم، 99% منهم بين 4 ستار و 5 ستار. وخل عادة في أشياء وصلت إلى 7. نعم المحكمة محكمة أبو ظبي العليا هايش العودة اللي كم من يوم جيتها اللي فيها الشلالات بار أبوي 7 ستار 7 نجوم، مبنى وإدارة ومعاملة واستقبال وخدمات وصلت إلى 7 نجوم. يا سعد حظنا يا سعد حظنا يا سعد حظنا، اللهم لك الحمد. زي حين أنت منو اللي بتصور؟ يا مرحبا وسهلا، تلاقينا بالشيخ. الشيخ والله أنك شيخ، والله شيخ من رباك الله يحفظك، الله يطول عمرك زي. ومشكور على التواضع خلينا منك زي حريه اللي وياك. هذا الشيخ السلام عليكم. والله شيخ كيف الحال؟ شلونك طيب شيخ حسن على الورشه؟ على الورشه والله احنا الورشه ما شاء الله عليك. نعم قابض صلخ الشباب نصل كل شيء والله ايش دفع ها لا ان شاء الله. شغل عندي كل السيارات رنج مرسيدس الماني جباني اللي ضمان تشغلي كل شيء. تصنيع والك وين؟ موجود في المصفى من 6. ادري خلينا شو تشتغل انت؟ اشتغل تصنيع السيارات. وين اكسبيرينس مالك من وين؟ احنا اكسبيرينس في البنغلاديش. ما شاء الله الحمد لله رنجي وهذا كله هناك رنجي الحمد لله في كل شيء داخل البلاد الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك. شو اسمك انت؟ انا اسمي محمد حسن. والنعم والنعم والنعم. مرحبا بمحمد حسن، وانت والله رقم واحد. الحمد لله الحمد لله. تعال نعم صبر ماشي نعم الحين انت من صدق تكلم ولا من صدق كلامك؟ انا احنا صلات سيارات
والله يا اخي راعي الورشه احس ان كلامكم مش 100% لا والله 100% والله العظيم انا احنا راعي الورشه اكسبيرينس في البلاد ما علي خارجيه دوله البنغلاديش دوله البنغلاديش خارجيه دوله البنغلاديش ما شاء الله عليك الحمد لله الحمد لله رب العالمين كم سنه داخل الحمد لله دوله الامارات 18 سنه من بكه انا دوله الامارات الحمد لله تعلمت الحين من بكه هني تو حارك تدرس هناك قربك الله ما كذبك كذا ويهك ويه كذا من شيك ولا كذا مغربلك الله ما كذبك ويه كذوب ويه كذوب ما تشوف اللادم عيونه هالكبير وعينه عين اصرق عرف انه يا صروق يا كذوب رب العالمين ما يعطي العيون هالنمون حق ادمي الا صروق ولا كذوب غرب الله ما كذبه يا ربي انا ابو زاد ابوي على مسيلم الكذاب هذا زاد ابوي روح انا فت مصير يومين قال اكسبيرينس في بنغلاديش البي امات والمرسيدسات فتت برقي من متى انت في الامارات من يوم انا ياهل قربك الله متى سويت عيالك سويت انا ابوك ما كذب المساعي اللي بياحه اللي خبرتكم عنها صورنا لكم اياها قبل الشوي وحين بعد الشوي هاي مشواي على تاوة حلب العرب يسميها تاوة حلب العرب يسميها طوبي تاوة طوبي ما أدري طبيعي بتقول وين جايينكم هالبياح من أي مكان من أي بلاد شي بلاد وين جاي متنتي هذا البياح اللي خبرتكم عنه وحين بخبركم شو السر في الموضوع من وين جاية هالبياحة هاي البياحة الله يحفظكم من البياحة مقيوين وقت الموسم يوم بيتفرزن بي طازه وبيتهرزن في الفريزر ولا بتعول البياحة تعويل مرة ما بتعول شوفوا على ما تشوفون طعوا بطنها ارويكم انا اللي بس عسى بتأكدون ما يخترب لا شحمها ولا شياته هذا وقت الموسم كان شوف الشحم بتول هذا حين عمرها اكثر عن 5 شهور في الفريزر 5 شهور طالعوا البلح ولا يختلف لا إذا بيتفرزن زين ما زين السمك مرة ما يعول كل سمكة تنحط في الفريزر فريزر قوي زين ما بيفج عن الثلج تبندون الفريزر وتشغلونه للسمكة أو للحمى أو الدياي من تظهر من الثلاجة ما ترد ممنوع من عن باتن شوفوا البحش قال الحمر غادي شمنه أمبوي رقم 1 وشوف الشحم شوف الشحم يا الله يا رب تحفظ دارنا ودار المسلمين أجمعين وبالأخص عادم قيوين وتحفظ هاك الريال اللي جاب لي هذا السمك حتى نسيت والله شو اسمه جاب لي ثلاجة كاملة الله يحفظه ولد شباب الله يبارك فيه اللي فاته السنة لا يفوته الحول إن شاء الله كان الله جعل في العمر بده عندكم يا الحول فرزنوا يوم بتحيدون أبويه الشحم مازر بطنه فرزنوه نتسوبه داخل فريزرات خلوه تي واجف توجيف راس تحت وذيل فوق العشوة تدور من فوق كي منتشة كأنك منتسن في تنانير وخلوه الفريزر لو بيكمل حولين ما عول هذا على ما تشوفون ها متى ميوب من 5-6 شهور ولين اليوم غادي تحرى توا ميوب من البحر توا مظهور بلح غير نمونة تحرون بس الا رنق ها رنق وطعم ولون رنق وطعم ولون والله يا ابوكم يا اللي مارو ما تنسخ من عقب البياحه لين هني واقف اللي البياح لين مصرطي صرت يا ابوكم صرات اليهد والله اني لطمت تاكل هايش البياحه ذراع طولها لو اطول عن الذراع يني قلت بها يا حبيب النبي ما رمت اقاوم بقيت انش وانا مودر اي شيء ما رمت ايش اسوي النفس اماره بالسوء ها شوفوا هذه حق اليوم حسناه تم خضر ها. هذا هالنمولك شوفوا يرد يظهر من غير من يده يديد وكل من ظهر ينشل عنه شوفوا الحين هذا كامل هذا عن بكرة أبيه ينسحل سحال ماي وي مط هذا مفروض ماي مط مفروض ها شوفوا هالنمونة ما عليه
ما يتخلى شيء منه. هذا ما تشوفون لازم ما يتخلى شيء منه، لأنك في حالة نقصيت الشارات اللي توه نقص من يديه ها بيرد وبيظهر مرة ثانية. كله تشله، ما شيء ما شيء يتم منه. وايد ضروري أسب يظهر ورق ما يظهر ثمر، ما ترد تغل ورد زهر من يده جديد. نحن ما نباهي زهر، نباها تصير قوة تبوية في اللم في الشيرة روحها. تحس حس مرة تحس ما تخلي شيء منه. أسب انعقد تمشي وين ما تشوف وحدة مسويه مزهر من الهنباء تعق عنه. وايد ضروري انك تعق عنه، ما يتم شيء منه. انت مشي منه بس القوة كلها بتصير بوي في الهنباء، بتازم اللم ضعيف. وانت ماشي مرة ما تغفل ابدا، بين كل اسبوع مرة مرتين وانت ساير لازم يغل ورق. انت ما تبقى ثمر الحينة هي هالكبير. ها شوف الحين هذه يوم قبل اسبوعين ثلاثة كانت هني سنبل كامل ما تورد مزهرة. هذه ودرت هذا شو ما شاء الله نقضت ورق من يده جديد تبارك الرحمن. كبار ترى هذا عدالك، ها الكبار تخلي بثمرة، الكبار تخلي ما شاء الله ابتدى عقد الحمد لله اللهم لك الحمد. وانت ساير مرة ما تم وحدة منها وتصير حتى حق الأولي اللي سويته قبل مدة. ها شوف هذا شوف ما شاء الله غل ورق جديد، ها كله غل ورق جديد. كان هني ظاهر سنبلة وحدة ما تورد ونشت، من عقب ما عدمناها ظهرت ورق بداله. شوف الحين هذه بعد مغايضة ها ظهر من تحت من يده جديد. ها لازم ما يتم من إذنه، ما ينقص. إذا قصيته بيظهر عكروشة ورد من يده جديد. لكن أنت فك عمرك من الصدع والديانة، سحل سحال شفتك. الله يقولكم يا جماعة الخير، يا العام هذه شبه ميتة الهنباء، شبه ميتة وتام ركن واحد من ركونها تحت. يوم الله سلكتها بالهالنصيب اللهم لك الحمد، غلت بالورق الجديد وزهرت وشي من عقد وشي منه بعده. شو ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي العام مرة ما برايمه تتنسخ، تام منها ورقتين لو ثلاث تبارك الرحمن. السنة اللهم لك الحمد يوم حصلت العناية الفائقة والله كتب لها الحياة حيت. سبحانك يا رب سبحانك، والله يبوك مني ما هقيت انها بتشوف الحياة، لكن سبحانك يا رب يوم الله يريد الحياة لكائن إن كان كن فيكون. اللهم لك الحمد. ترى يا جماعة الخير ما شيء شرات العناية، وما شيء مثل تهوية التربة، ما شيء شرات تهوية التربة، تجلب التربة ضروري ضروري تدق، ضروري شيارة تدقها التربة، تدقها تسوي لها تهوية. شوف هوالهن كلهن شيء منهن هوا. وين سرزقر لي سرزقر شامبي هي. سبحانك يا رب. اليوم بعد نحن عندنا مناسبة داخل عند الأهل، مناسبة خاصة يعني ما تنطرأ يعني خاصة فيهم، وزاقرين هذا الريال هو عدته يجيب سيارته ويشتغل ويسوي كنافه ومصحونه ويسوي عدة أنواع. نحن اخترنا نوعين، ما أدري شو عاد الأهل اللي اختاروه. وروح يتعبل، بغيت الستاف ويا بغيت روحه بغيت علم، المهمتي سيارته هو يا عماله ويشتغلون. قال لي ابو محمد نحن هاي شغلتنا من زمان او مسوين هالبزنس. قلت انزين انيازل يسامعكم الطريقه، والله شفت شكل طريقه ترتيبهم والله جميله يعني عيبتني. ملبجين ضوء وصخام الكنافه يسوونها على الطريقه الاصليه النابلسيه اللي هي بالصخام، وصيانيهم من ستلستيل ورشوا اللي هو هب معدن ولا صفر ورشوا، الحين يسمون ستلستيل الورشوا. هي والله ابتدوا ما شاء الله يشتغلون من هذه الساعة. شوف تخطف عليها النمون ما تخلي ولا شيء منه. شامبي ما جلبت حتى هاي الشارة ليش؟
هاي الهمبا هني ما جلبت حتى هذا ها هذا ما اعطي دواء بابا ها هذا ما اعطي فيتامينات هذا الحين هذا سوي قلق هي انا اعطي هذا ويتيلا هي هذا الصباح اعطي بس صباح قلق هذا اللي مزهر هي الحين ما اعطي ما اعطيت هذا الحين فلور ما في لا هي ما في فلور انا اعطي 20 هي 2020 زي هذا بكره اعطي هذا ثاني المزهر مزهبه هذا اعطيه وباص وجلي زي بارك الله فيك والله نمبر 1 بكره عاد اعطى شوي ماي زياده ها بكره ان شاء الله اليوم اعطي لا بكره بعد اعطي ان شاء الله اليوم ساجي ما اليوم اعطيت ما الصباح زي خلاص انت... لا ما عليه بكره لا تعطي يمكن اليوم يجي مطر يقولون شو يمكن يجي مطر اليوم يجي أنا ما أتي وقت ما أجي بابا أنا شكرا شكرا يا شامبي يا وين أغذية خلاص أبوي ترى اليوم سامحوا اليوم شوي تعبان شامبي ما في على أغنى إن شاء الله بكرة الصبح هي لا تنسى عاد من الوقت تحفظها الأغنية لأني ورا بكرة بسير دبي لازم الصبح تذهب الأغنية زين بارك الله فيك أغنية جديدة عادة ما نبغى أغنية قديمة نيو وان لا جديد جديد زين زين بارك الله فيك شكرا شامبي يلا سر كمل شغلك على ما تشوفون يشتغلون ابوي على قدمه وساق الجماعه هاي سيارتهم مات لك نافه هذا صراحه ابوي واجف من الصبح ها بلاك منو تذكره موجوده عند هذا الرجال هاي هاو ار يو الحمد لله زين هاي سيارتهم قلنا لكم عنها قلت البيت كنافه علي منو؟ كنافة على الفحم اتحرس علي فحم انا علي فخم شيء هاي الكنافة ابويها على ما تشوفون هذا الحين طريقة شو اسمك؟ محمد تعال الله يخليك محمد السلام عليكم كيف حالك؟ محمد انت من هالوين؟ ساكن بضبي نعم وساكني هني نعم مولود هني نعم صحيح. ما شاء الله عليك الله يحفظك زين محمد شو هذا مشروعك الله يسلمك انا بلادي بضبي وما شفت غيره طال عمرك والله مرحبا بك الله يحييك زين لك اصلك من وين فلسطيني طال والله والنعم شو هالمشروع اللي نسوينه هذا الله يسلمك مشروع كنافه على الفحم طال عمرك هاي تشوف كوار مال حق الفحم كوار ما شاء الله عليك يعني انت مولود 100% في ابو ظبي هذا ما دام قلت كوار يعني 100% تعرف صلاح صلاح كيف ما نعرفه يا اخي ما حد في حد ما يعرف صلاح صلاح عرفك الرجال ما شاء الله عليك هي عندي التيم طال عمرك الاستاف يقومون تجهيز الجبن الحين هاي كنافه نوعين هاي الحمراء العاديه وفي الملوكي اللي هي الشقرة هاي هي بس هاي طبعا احنا نمتاز في الشقرة اللي هي اللي هي هاي بعد الحين شو بتسوون الحين طال عمرك جهزنا هاي الكنافة هاي الحمراء هاي الحمراء وهاي الشقرة هاي الشقرة اللي هي اللي احنا نمتاز فيها هاي خصوصية يعني هي نعم هاي حق الناس الملوكي اللي شرواك ابو محمد يعلك تسلم الله يبارك يطول عمرك يعلك تسلم ف ومتابعينك بعد بارك الله فيك الله يبارك الله يسلمك فالحين جبن كم ياخذ كم تاخذ وقت احنا من نحط الجبن نجهزه تاخذ على اليمر 20 دقيقه الله بس خل معي يشتغلون يلا الحين شو يسوي هالرجال طال عمرك حطيناه هنا على اليمر الصياني مثل ما تشوف الحين يقوم بتدوير الصينيه بطريقه مثل ما تشوف ابو محمد الله يسلمك لمده 20 دقيقه لين ما تنضى ايوه وخلاص بعد من تنضى نجلبها طال عمرك نحط الشيره عليها ونقطعها وسلامتك واللي عندك هذا الستاف هم اللي يسلفسون محمد انت مثلا بيت عائله مثلا ما انتم ريايل كيف بتدخلون وجودكم في بيت عائله مثلا ولا ناس داعينكم يبوكم تسوون عندهم حفله عيد ميلاد ولا شيات يعني مثلا الحين نحن انتم تكون على يم بتوقفون نعم شو اللي تدخل مثلا في البيت على يم في الحوي في امور معينه في مكان معين لا في باركن مثل الحين نحن ما عندنا مكان ترتب في البيت نعم صحيح. ويستوي الشغل في داري من عزل في داري نعم من عزل في طرف نعم من عزل عن طرف البيت وبغيتوا يعني مثلا نحن ما نبغي الخدمه اللي معك ما نبغي خدام
بيتكم مثلا بيتنا فيه خدمات بما فيه الكفايه. على كيفك هذا شيء رد لهم هم يعني عادي يجيبون الخدمات احنا نحط لهم في الصيانه ويشلونه. شيء صحون عندكم مطبخ؟ نعم شيء صحون هذه طال عمرك. هاي الخواشيقنا وهاي كل شيء امورنا مره نقطعهم ونحطهم في صحون مثل ما تشوف هاي الصحون هي. الله يسلمك ونحطهم في صيانه كبار ويشلون الخدمات يعني بغيتوا يشلون يعني على حسب رغبه اهل البيت. بغيتوا صيانه كبار صغار على هواهم يعني. اشتغلت قبل وايد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو صلاح شو حبيبي صلاح لا تسير احمد تذهب الكنافه بتودي وياك بني ياس بتودي ما عليك من الخبر ابوي عندك انت انت الارباب ما هو انت الارباب ولا هو خلاص يقولك صليت له بعك صلوا زين ايه هبت كله هناك ما يهمك صلاة خلوا الفرات ان شاء الله خلوا يقولون عنك النفرات يقول لك شيء تسمعني منو انت شو تسوي انت انت بكبرك انا طال عمرك اشرف على شغلي عملي هي طال عمرك في البيت عندنا يجهزونه من اللي يجهزه الحرمة طال عمرك ما شاء الله اي نعم ان شاء الله يجهز العجين طال عمرك وتجهز كل شيء تجهز كل شيء والجبن هني هني الجبن نحطه في في الموقع او في المكان المكان اللي تسوي اللي نسوي فيه ترسم كل شيء تمام نعم الجبن نحطه فوق ونحطه على طول. هل انت بروفيشنال روحك انت فنان في الشيء هذا؟ نعم صحيح انت روحك لا بس في في زوجتي طبعا هي في العين افضل هي لكن لا احنا نربس الحين عن انت كرجل هل انت هوايك وتحب الخدمه هذه؟ نعم هي اصلا هي هوايه بدات انها الشغله هوايه ايوه منو اللي يجلب هالكنافه؟ انا عارف ان الكنافه لازم تنجلب منو يجلبها؟ طبعا انا اجلبها ما شاء الله يجلبها لا انا ابوي الشيف انا اللي معلمنا يعني عرفت لكن اساسا انا ما انا ابوي اليوم ما اريد الشيف يجلبها اريدك انت انت شو اسمك قلت محمد محمد تلبس ابوي هالطربوش ابشر وتجلبها قدام العرب عشان الناس تشوف شغلك وابداعك ان شاء الله ولا ايه يا ريس انت منين من مصر منين من مصر انا من اسكندريه اقدع ناس الاسكندرانيه دول ما شاء الله عليك شو اسمك يحيى يحيى انت شو اسمك ها إسرائيل خيبة كم 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 تعال تعال يا ربي What's your name? زريع You are joking شهدوا يا من حضر زريعي قال لك إسرائيل إسرائيل ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا ويلكم يا ويلكم ياكم عزرائيل هذا ابوي عزرائيل ابوي نسمع به واليوم شفناه شور ما في الحين صلاح يبغي تبغين بطاقته منو بيدفع الجيمه مال التذاكر؟ فلوس بطاقته تذكرته اسال اسال بطاقه صلاح وين؟ اعطيها لفولين تعالي يبي بطاقه صلاح فولين يلا كويكلي يلا مال صلاح؟ شوف هاي صبر هاي بطاقة كنت والتذكرة مالك كنت منو بيدفع فلوس التذكرة؟ لا أنا ما تدفع أنت أنا ما أدفع لك تذكرة كنت صبر بإبراهيم تذكرة كنت اللي تدفعها وتذكرة دريبل كنت تدفعها أوكي شيء مشكلة؟ على شو؟ شحم تسلم يلا بإبراهيم يلا بارك الله فيك والله مرحبا بعزرائيل مرحبا نايس تو ميت يو ما شاء الله عليك يا عزرائيل ما شاء الله عليك تبارك الرحمن ابتدت الطابخ وتحضرون مثلا مناسبات اعراس واعراس شو المناسبات اللي تسوونها اكثر مناسبات اعراس حفلات ايفنتات يلسات في مثلا في مزارع في في عزاب بيوت في اي مكان توصل برسمة الخدمة لين قلب الحدث نعم نعم اي مكان خدمتكم من وين لوين انت الحين في ابو ظبي نعم توصل فجيرة بعد نعم ما اقول عنك شيء انتم عزرائيين يصير كلنا تيم يصير ما شاء الله عليك ترى ينقسم بعضهم هني شرق وبعضهم غرب ها يوم يسوي زيادة الضغط عندكم الله يرزقكم ان شاء الله عزرائيل too many people they will like you
because your good name. أي ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا إسرائيل. الحين ذهبت هذه أشوف ساحة ال. جاهزة طال عمرك. ساح اليبن. إيه؟ مثل ما على ما تشوف. والحين بنحط الصينية وبنجلبها. على كيفك محمد وانا انا تبغى هو يجربها تبغى الشيف عزرائيل يلا اوكي يلا عزرائيل ما شاء الله عزرائيل عيونه حمر يلا عليك ها هذا مين صاحبه هي ما شاء الله تبارك الله الحين هذا وقت الشيرة ها؟ والشيرة على حسب الحسبة حسب الطلب حد من كان المتعارف عليه يعني هي ما شاء الله هاي كذا يا ربي صلح شعل الدنيا فوق راسك جهنم يا ابوكم جهنم غالي ضب وحين مره جاهزه للقص للاكل منو اللي قطع الحين انت لو انت هو انا ولا زرك انت 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 يلا تيم يلا عاش عزرائيل عاش عزرائيل عاش عزرائيل وهي بعدها الشقره ها الشقره شوي تاخذ وقت الحمراء اسرع ان شاء الله حبيبي ان شاء الله شوي شوي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله يلا ها دوارك بقدر احتري سيري تودي داخل عشان البنات عشان البنات شو صلاح هذا واحد ما ابي اعطيك اثنين حب الا واحد اصبر اول شيء الحريم داخل ضيوف عشو عائل انك انت يلا عشان البنات عشان البنات يلا ثانك يو يلا ودنا وتعالنا صلاح حبيبي لا يكون حار حار شوي ليش ها لا تحمل صلاح جهنم ترى صلاح بعد ما ينسه الحار تحمل يا سلام يا سلام لا اسمتي يا ابنك شو اسمك قلت لي محمد مشكور يا محمد الحين شو باقي هاي الملوكي هاي اشد عن هاي نعم هذه التوب الخصوصي نعم الحين هذا وقت الجلب هذا ابوي وقت عاده اهم شيء في الكنافه تعال ايوه قرب الله ما شدكم اقواك هاي الشقره طال عمرك ايوه هاي الشقره اللي يقولون عنها تسبع ما شاء الله خليت الشيره خفيفه زين سويت يلا يا ريس يلا يا ريس هاي الحين شوف محمد هاي الكنافه الملوكي طال عمرك الشقره الشقره الجبن الله يسلمك هاي نابلسيه جبنا نابلسية نعم ما شاء الله عليك يا سلام تبارك الرحمن أيون هذا حق المدير شامبي هذا خصوصي حقك أنت يلا سيدة الحين تاكلها الحين أكيد نمبر ون الحين هاي ما تبى ضروس صاروطي ما تبى ضروس نعم بابا وين عقيته؟ الكرمه
يلا يلا بعد واحد يلا. لا 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 لا, 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 لا عليك رفجه عليك رفجه. راشد راشد تعال راشد تعال الحين خلي ولي بعدين الحين اعطيك طاقه حق الشغل. يلا بارك الله فيك. روح الله معاك روح. شو قلت لي اسمك؟ يحيى. منور يا عمي يحيى. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. وضع your name? My name is Israel. Israel, come here. No. Come here. Dwarka. You know this guy? No. But it's from Africa. You know which country? The same country or no? No, Uganda. It's Uganda? Yeah, yes. Uganda. And you? Kenya. Different country? Yes. You are from where? Uganda. Why you said Nigerian before? No, just joking. Oh, just one minute. Come here near us. Come near us. Now. This man, he's trying to find a lady to marry him. You are already married. No. Yes. Who? You're not married? No. No. You need new married? New wife? I need. Yalla. For me, Dwarka. I can give you advice. You want Dwarka or Malhana? Huh? Which one you want? Which one you want? No choice. No choice among these ones. Wallah? No choice. Oh, take both of them. Two. No. ما يبون. Take you. إبراهيم اسمك ولا محمد؟ محمد. محمد. هذا عنوانك صح؟ واللي يباك يتواصل بك على هالرقم ولا شو؟ نعم. هنمون. بس يسوي كابتشر على هذا شو اسمه؟ هذا الرقم وهذا الانستغرام والسناب شات طال عمرك. نفس السناب شات والانستغرام نفس csweet.uae. زين. وهذا الرقم وهذا الإيميل. ليل لو نهار. نعم. أي مكان. زين. شكرا جزيلا. الحين اللي يبى ترى ابوي يسوي كابتشر على هذا شيء. كرت انت عندك؟ اي نعم. زين عطنا اياه. محمد السلام عليكم. خليك في شويه. لا طالع فرنا مد النظر. طالع فق زبيدي من اللي تبغاه ما تشتهي نفسك موجود. تصور يا مصر هذا محمد. طالع صورتك. ابو محمد خليك هذا يوم عليوم الحين. وهذه الله يحفظكم طبقة فيها بشمك. هذا ما برهش بشمك. فرق بين الرهش والبشمك. هذا البشمك الأولي. هذا يجيني من عند عائلة بني حماد. حمادية حرمة بني حماد. الله يحفظها. العام كذي جايبت لي والسنة هاي ثاني ودي جايبت لي البشمك هذا وجايبت لي هالهردة. الهردة والبشمك هاي بوي خدمة بيوت من عند حرمة وما بل البيع ولا تسوي بزنس. العام روحهم يخدمون أهلهم وطرشوا لهم وهم طرشي لي أنا. هذا مثل ما تشوفون هذا البشمك الأولي. هاب البشمك اللي في الدكاكين بياعي لا هذا الهان اللي تشوفونه تحرونه ميلود حبال. طالعوا هذا البشمك الأولي الأصلي. ما بيأي دهن ريج لا على الطريقة البدائية على الصخام يخدمون. حرماتهم عندهم روحهم يخدمون على الطريقة البدائية. فيازم تحراه طبج ها طبج التي غدي شيء لا صار ولا استوى. هذا هو البشمك الأصلي الأولي اللي كل من خدت منه يم وروحه تواسى بالطبقة. حين هاي بعد دقيقتين يرد روحه يتواسى. سبحانك يا رب يا ربي كان في خاطري والحمد لله النية. العام شد من دبتلي والسنة من دبه. يعل عمرك إن شاء الله عد كل حبات السمسم اللي داخل. يعل إن شاء الله تلحقين في عيالك يا الحرمة يا الحمادية اللي مطرشت لي هذا الشيء السنة والعام. يلا الله يحفظك. مطرش بعد هاي الهردة اللي لا صار قبلها هردة ولا صار عقبها هردة. هاي الهردة بالطريقة البدائية يخدمونها الأول يحمسونه السمسم. فهي غادي هالنمونة.
ريحته خنينة، ريحته يعني ما بلا خنينة عادية، خنينة خنينة الله، ريحته تضرب في قمة الرأس. طبيعي أبوي عقب هاي الكنافة كلها ما شيء إلا الجب، لكن لو بايل أسوي ثلاثة أيام في الجب ما شيء فائدة، ما شيء فائدة، ما شيء فائدة على الطحان هذا كله. الظهر بياحة والعصر أبوي صحنين قاس الربع كنافة، أول بادي نص صحن من هاي الحمرة، عقب صحن وربع من هاي الشقرة، أما الشقرة اسمي سويت عقب رسالة.